مشاهدينا الكرام، اهلا بيكم في حلقه جديده من القاهره. النهارده السبت، اول ايام الاسبوع. نتمنى الاسبوع ده يكون افضل من الاسبوع الماضي، وتكون مصر بتنعم باستقرار والخير دايما يا رب. النهارده معانا موضوعين هنقف عندهم شويه لان فيهم تفاصيل كتير. الموضوع الاول لعلكم تابعتوه من اول النهار، والخاص بقرار محكمه الجنايات برئاسه المستشار محمد شيرين فهمي بحالة أوراق 6 من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع قطر لفضيلة مفتي الجمهورية، وده لإبداء طبعا الرأي الشرعي كما هو معروف بشأن إعدامهم. المحكمة كمان قررت تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وخمسة من المتهمين لجلسة 18 يونيو للنطق بالحكم فيها. في تفاصيل خاصة بهذه القضية، قضية التخابر من أكتر وأخطر القضايا المتهم فيها جماعة الإخوان أثناء حكمهم، كونها بتمس الأمن القومي المصري، وخرج فيها من مصر أوراق بتتعلق بالأمن القومي بالجيش المصري وصلت لدولة أخرى وهي قطر. هنتوقف قليلا عند هذه القضية وحيثيات أو تفاصيل الحكم فيها من خلال حوار خاص النهارده معانا في ميناء القاهره. حوارنا الثاني هنتكلم فيه عن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي اثناء تدشين 10,000 فدان ضمن مشروع المليون، زراعه المليون ونصف مليون فدان. الحقيقه في كل مره الرئيس عبد الفتاح السيسي بيلقي كلمه على هامش مناسبه ما بيكون في كده مجموعه من الرسائل بتتعلق بالرد على اوضاع داخليه واخرى خارجيه. بعض الاوضاع الداخليه هو بيحط اجابته او تعليقه عليها من خلال رساله ما بيوجهها في خطابه، حتى لو كانت المناسبه متعلقه بافتتاح مشروع مثلا. ودايما كمان بيكون في تاكيدات على القوى الخارجيه اللي مش عايزه الخير لمصر. بيبقى صارم دايما جدا في الكلام عن ما يسميه بقوى الشر. هنتوقف برضو مع خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه المناسبة، وهنشوف الرسائل دي سواء المتعلقة بالمشاكل أو الأمور الداخلية أو الأمور أيضا الخارجية. فاصل ونعود. طيب، أحمد فاضل ده ناظر محطة صمالوط قام بمجهود خرافي الحقيقة. على إثر هذا المجهود الراجل انصاب بحروق في جسده، كان منع كارثة، قطر من القطورات ولعت عربيات فيه، كان هو قطر محمل بالسولار، قدر إن هو يفصل العربيات المشتعلة علشان القطر كله طبعا ما يولعش وتبقى كارثة كبيرة. النهاردة الرئاسة أو الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالإطمئنان على صحة أحمد فاضل ناظر محطة صمالوط المصاب، وللتأكيد كمان من تقديم الرعاية الصحية ليه. المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية قال إن الرئيس السيسي قرر الاستجابة لمطلب ناظر المحطة بتخصيص شقة له بمشروع الإسكان الاجتماعي. الرئيس هو اللي هيتحمل تكاليف المقدم الخاص بالشقة من حسابه الشخصي.
على جانب آخر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وجه بعلاجه، هو عنده على فكرة بالمناسبة 52 سنة، وجه بعلاجه على نفقة الدولة بأحدث مراكز علاج الحروق بمصر، وكلف كمان المستشار الطبي للمجلس باستقبال المصاب بمستشفى الحلمية العسكري اللي بتتوفر فيه أحدث نظم ووسائل علاج الحروق ومتابعة حالته الطبية. تقرر كمان أن يتم نقله فورا إلى المستشفى بعربية إسعاف مجهزة بتضم طاقم طبي للإشراف على عملية نقله. زي ما قلت هو عمل حقيقة بطولي، يعني كان ممكن هو يفقد حياته شخصيا لما أنقذ القطار كله من كارثة كانت هتؤدي إلى انفجار ربما القطار بعد ما كان في نيران في عربية من العربيات الخاصة به. وزارة النقل أشادت طبعا بالموقف الشجاع اللي قام به كل من أحمد فضل مرعي ناظر المحطة ومساعد البلوك محمد عبد العظيم لما أنقذوا قطر البضائع المحمل بصهاريج السولار. بقول للرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا نشكره جدا جدا على اهتمامه بينا، وهو أنا حكيت بصدق إن بعد ما أطلع من شغلي طبعا مش هلاقي مكان مأوى لأولادي لأني لازم أسلم السكن بتاع السكة الحديد قبل ما أخذ نهاية الخدمة، وده شرط أساسي في السكة الحديد، وأنا أساسا ما عنديش بيت بأمانة، ما عندي بيت، وحكيت معاه بالصدق أن أنا ما عنديش بيت. وهو يعني أنا والله فرحان، أنا كأني مش متعور ولا كأني مصاب ولا كأني في أي حاجة، والله رفع من مستوايا كتير لما سمعت الخبر ده، وربنا يجعله كده لينا رجل تقي ويوفقه، وهو اللي عدى بالبلد كلها بر الأمان، وربنا يوفقه في جميع خطوي. طيب احنا أجرينا معاه زي ما حضراتكم شفتوا مقطع من حوار أجريناه معاه، هنذيعه على حضراتكم بكرة في برنامج من القاهرة في بعض التفاصيل خاصة بالحادثة نفسها وإيه اللي يطمح إليه مواطن بسيط زي أحمد فاضل أصيب وطلع عنده قصة تانية كمان إن هو ما عندوش حتى سكن يعيش فيه، لكن رغم كده رغم ظروفه التعبانة لكن ده ما منعوش إن هو ينقذ القطار. أنا معايا هاتفيا دكتور سمير أبو طالب عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا. تحياتي لك دكتور سمير أولا. تحياتي وتقديري واحترامي لكل الإخوة المشاهدين. أهلا بحضرتك. طيب دكتور سمير، لعدم تكرار هكذا حوادث، يعني المرة دي ربنا سلم وكان مواطن الحقيقة أو كان بني آدم هيروح فيها، إيه الإجراءات أنتوا اللي ممكن تتخذوها داخل مجلس النواب لدرء كوارث ممكن تحصل بهذا الشكل؟ خليني في الأول أشكر معالي فخامة الرئيس السيسي أنه اهتم بهذا الأمر واهتم بهذه الوقعة، وكان النهاردة في اتصال تليفوني من مكتب معالي لأحمد فضل اللي هو نظر المحطة، الرجل الشجاع اللي كلنا بنحييه اللي ضحى بنفسه من أجل إنقاذ الوطن ومن أجل منع كارثة محققة وحريق كان يعم صابونوس كلها، لأن يمكن أنا كنت متواجد في هذا الحريق أو أثناء الحريق بالتحديد، كنت متواجد وشفت المنظر بصراحة منظر صعب جدا، ولكن أيا كان وعلى العموم نحمد الله أن ربنا سلم وعافانا من هذه الكارثة المحققة وبفضل الناس الشجعان اللي لو يمكن نص مصر أو نص الموظفين زي أحمد فضل أعتقد مصر هتكون بخير وهتمر. عندك حق والله. يعني نتمنى أن الناس تاخد عظة وعبرة من هذا الشخص الذي ضحى بنفسه وضحى فين؟ النهاردة واحد كان هيتحرك هيموت محروق، وهو أصعب شيء اللي يموت محروق، ولكن هذا الرجل ضحى بنفسه. ويمكن أنا متذكر الموقف كويس جدا لما كنت أنا واقف في الناحية الثانية وشفت يعني جلباب مولع وهدوم مولعة وكان جرى بسرعة والرجل رمى نفسه في الحلف والتراب عشان كده طف نفسه الحمد لله. عموما يمكن برضو كان يعني أنا يمكن أو حاليا مقدم طلب إحاطة لوزير النقل، لأن المفروض القطارات المحملة بالمواد القابلة للاشتعال المفروض تمشي في أوقات معينة،
او لها امان معين، وهذا لم نجده. يعني كان في يوم الساعه كانت الساعه حوالي 1:30 ظهرا، وكان درجه حراره فوق 41، وهذا الفطار المحمل بالمواد القابله للاشتعال كان المفروض ليه اوقات معينه او على الاقل بسرعه معينه، ولكن هو غالبا كان ماشي بسرعه غير يعني معينه، ولم ينتبه السائق من القطار اللي امامه وما الى ذلك. وكان يعني فعلا في 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 فعلا مش هنقول قانون يعني، لكن انا اقصد انه في توقيتات فعلا معينه للقطارات اللي بتبقى محمله بمواد خطيره زي السولار. اضف ساعتك المفروض العين وهي محكمه ما كانتش تخر سولار، يعني ذات لما وقف فكان بيخر منه بعض المواد البتروليه اللي سببت هذا الاشتعال. المفروض هذا المكان يبقى مغلق او محكم الغلق، ولكن لم نجد هذا. مش كده وبس، احنا حتى لما الدكتور اثناء اشتعاله المفترض ان في وسائل امان زي طفايات كبيره زي حنفيه عربيه مياه محمله في اخر القطار اوله لهذه الظروف، تبرد هذه السيارات، لا تبرد هذه يعني واضح ان ده ما كانش متوفر ولا ايه؟ ما كانش متوفر خالص، ده احنا اعتمدنا على الطفايات اليدويه، ثم بعد ذلك جت المطافي، وطبعا صمروت مركز كبير جدا، ويعني اقول لك المطافي من المنيا ومن صمروت ومن مطاي، يعني ربما كان طيب يعني انتوا هتقدموا طبق، او حضرتك يعني قدمت طلب احاطه لوزير النقل ان شاء الله، وبيان عاجل كمان عشان نعالج هذه المشاكل. المفروض لها اوقات معينه، هذه القطارات المحمله بالمواد القابله للاشتعال المفروض لها اوقات معينه، وفي يعني وسائل السلامه ووسائل للامان اكثر من كده. وكانت لان طبعا انت عارف القطر يعني لما ولع او دخن كان في وسط الكتله السكنيه، يعني كان ممكن يولع كان على المحطه بالتحديد وسط كتله الصمروت كلها، يعني المجلس المدينه كان في الناحيه دي وجود من الناحيه الثانيه، وكانت ممكن صمروت تشتعل كلها. وقطر النهارده متكون من حوالي 26 عربيه تقريبا محمله بالمواد البتروليه، ده شيء صعب جدا. يعني هي ده هم يمكن اللي عمل الحريق ده كله لا يتعدى البرميل، برميل سولار المغير. يعني تخيل بقى وتصور لو احنا لو احنا سهريش كامل او سياره من المحمله حوالي 40 طن دي ولعت، كان هيبقى ايه المنظر او اكثر. هم ولعوا عربيتين جزء منهم، والحمد لله الاستاذ احمد فصل القطر او فصل السلف عن الامامي، والحمد لله تم السيطره على الحريق بفضل الله. بشكرك دكتور سمير أبو طالب عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا. هو يعني من الواضح أنه ربنا هو اللي بيستر فعلا في كل الحوادث، لكن فكرة إجراء الـ 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 يعني أو تطبيق الأمور الخاصة بإجراءات السلامة واتخاذ الإجراءات اللي تحفظ سلامة قطار وكمان اللي عليه والمنطقة اللي بيمر بيها دي، لازم طبعا يكون فيها مراجعة ومراجعة كبيرة كمان. تعال نروح لتصريحات المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب. النهاردة كان عنده أكتر من تصريح خاص بموضوعات مختلفة. ضمن تصريحاته النهاردة قال إنه الحكومة أرسلت مشروع قانون الشباب والرياضة لمجلس النواب، هم مشروعين بالمناسبة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهما. قال كمان في تصريحاته أنه رئيس الوزراء أخطر رئيس مجلس النواب بقرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2016 بشأن تمديد حالة الطوارئ في بعض المناطق في سيناء لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك وفقا للدستور. وأشار أنه رئيس الوزراء هيلقي بيان أمام المجلس عن مبررات وأسباب تمديد حالة الطوارئ هناك، وده طبعا برضو وفقا لقواعد الدستور في حال قررت الدولة أن هي تمد حالة الطوارئ في منطقة ما. قال كمان أنه يوم الاثنين أو الثلاث اللي جايين هيكون هو البيان بتاع مجلس الوزراء الخاص تحديدا بموضوع مد حالة الطوارئ، لكن اتكلم الحقيقة على موضوع تاني بيتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية. أكد فيه أن الحكومة ما أرسلتش لحد دلوقتي لمجلس النواب الاتفاقية دي، مش عارفة برضو هي الحكومة لسه ما أرسلتش الاتفاقية ليه. لكن على موضوع تاني خاص بتشريعات الإعلام مثلا، نوه أنه الحكومة راعت في مشروع القانون عدم المساس بالحقوق والحريات اللي اكتسبها الصحفيون في القوانين السابقة، وأنه مشروع القانون هيهدف أو يستهدف رفع سقف الحريات إلى أكبر مدى. بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية قال كمان أنه تم الانتهاء منه وتم إرساله إلى مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه عليه في اجتماع قادم. يعني دي التصريحات الخاصة بالمستشار مجدي العجاتي اللي